هنا في حجب المياه تحت اي ظرف، وهنا يبقى انا اتفاوض معاك دون قلق. لما طول ما انت بتبني ومش عايز تقعد معايا، مفيش تناول في الموضوعين دول، طبيعه الامر ان انا هقلق. ليه؟ لانه بيخلق واقع على الارض. اقول له ان كمان في بعض الاشارات برضه مقلقه اكتر، يعني بنتكلم عن فتحات اللي هتمر بيها المياه، هم وصلين يبقوا اتنين واحنا بنقول اربعه. ادي مثال مثلا بسيط، مثلا حاجه مقلقه. يعني شوف الفتحات دي حقيقه مثال لعدم وجود رغبه في بناء الثقه، انما برايي انا ما هوش موضوع جوهري. هم فتحتين، احنا قلنا نخليهم اربعه بحيث انه لو اللجنه الفنيه انتهت الى ان محتاجين نمرر مياه من اربعه يبقى في اربعه ما نقعدش نبني ونكسر بعد كده. حقيقه الامر لو في اتنين ولا في اربعه ممكن يقفوه برضه. يعني وجود اربعه من اتنين مش قضيه، انما هي مؤشر لبناء الثقه. مظبوط. فرفض هذا الكلام مش موضوع جوهري، انما يعكس عدم استعداد لبناء الثقه. فعلى العموم انا غير مؤمن بانه البديل هو العمل العسكري والحرب وكلام من ده.